الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية في مصر تراوح مكانها، رغم دعوة الرئيس السيسي لنبذ الخلافات ومساعي مجلس النواب لنزع فتيل الأزمة خلال الأيام الماضية. مجلس نقابة الصحفيين أكد فشل جميع جهود الوساطة لاحتواء الأزمة، وأعلن تمسكه بمواقفه لمواصلة ما وصفها بمعركة حماية كرامة الصحفيين، مع فتح الباب أمام الحوار لإنهاء الأزمة. ليس أمامنا إلا استكمال معركة الكرامة، منفتحين على كل الحلول والمبادرات، ومرحبين بكل الخطوات الجادة في هذا الإطار، وملتزمين بما تقترحون علينا من خطوات، وملاذنا دائما هو العودة لكم بصفتكم أصحاب الحق الأصيل في الدفاع عن المهنة وكرامتها، حتى لو اقتضى الأمر أن نتحول جميعا إلى جنود في هذه المعركة. بعض الصحفيين يرون أن الدولة تغض الطرف عن أزمة النقابة مع وزارة الداخلية لإخضاع النقابة للسلطة وترقيع السلطة الرابعة على حد تعبيرهم. البعض يريد أن تخرج النقابة والصحفيين بشكل محدد مهزومين، ولا أعرف لماذا. ليس في صالح أي طرف من الأطراف أن يخرج الصحفيون مهزومون. لكن في أزمة تانية هي اللي متسببة أن كل المبادرات بتفشل، هي أزمة التخوين. آخرون طلبوا النظام بحل الأزمة حفاظا على هيبة الدولة وصورة الصحفيين. الأزمة بتعود للمربع صفر مرة تانية، لأنه ما إذا كانت هناك كان في هناك مبادرات من جانب أعضاء مجلس النواب، لكن حتى الآن على المستوى الرسمي لا توجد أي مبادرة أو نية لإنهاء الأزمة، وكأنه بيكون في علامة لترك الأمر لتصعيد. لكن أعضاء في مجلس النواب الذي قدم مبادرة لتسوية الأزمة يذهبون إلى أن مجلس النقابة بالغ في مطالبه وعليه التراجع عن مواقفه السابقة. لا يحق المجلس نقابة الصحفيين أن يطالب بقالة وزير الداخلية، لأن الدستور الجديد في 2014 يعطي هذا الحق لمجلس النواب وصاحب الحق الأصيل في سحب الثقة أو التأييد لأي وزير أو أي حكومة في مصر. أعتقد أن هذا مطلب غير دستوري، هي مطلب غير قانوني. وتقول الحكومة المصرية إن الأزمة الحالية بين النقابة والداخلية أمر عابر، مشيرة إلى أن إقرارها مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد مؤخرا خير شاهد على تمسك الدولة بصون حرية الرأي والتعبير في البلاد. رغم المبادرات والمساعي التي بذلت لنزع فتيل أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية في الأسابيع الأخيرة، إلا أن الأزمة لا زالت تراوح مكانها بحسب بيان نقابة الصحفيين التي تتمسك بمواصلة ما تصفه بمعركة الكرامة لصيانة الحقوق والحريات في البلاد. لكن الحكومة المصرية تقول إنها تعمل على صيانة الحقوق والحريات وإعلاء سيادة دولة القانون. مسلم فنديل، الحرة، القاهرة.